سلطانة، بيزيد حكيتي معه؟ إن شاء الله يكون خير. سلطانة، أنت منيحة؟ غضنفر آغا شو كان بده؟ شو هو هالموضوع المهم؟ وقت هالحكي هلأ شو بك؟ Thank you.
هوري جيهان شوفي لازم انكم ترجعوا على الولايات تبعكم، ما بصير تتأخروا أكثر من هيك. بأمركم يا مولاي. مولاي، نفذنا كل أوامركم بخصوص موضوع الضرائب بمصر ومش الحال. رح نخففها هي السنة ونخصم مبالغ من واردات السنة الجاية، وهيك بيكون موضوع الرعاية انحل بدون أي مشاكل. ممتاز. رعايانا أمانة برقبتنا. إذا ما عطيناهن حقوقهم كيف رح نوقف بيوم الحساب قدام رب العالمين؟ بعتنا مندوب لبورصة يا مولاي، ورح تتبلغ السلطانة ناهي الدوران بحكمكم اليوم أو بكرة بالكتير. عال، شو سبب هالحكم يا مولاي؟ ليش السلطانة شو عملت لحتى تعاقبوها؟ السلطانة ناهي الدوران عم تستخدم الذهب يلي عطيتها إياه ضدي، وعم تدعم المتمردين، لهيك رح صادر كل أموالها وأحرمها من حصتها بمال الخزينة تبعنا. وشو بيثبت إنه هي عملت هيك؟ بلكي أعدائها يا مولاي لفقوا لها التهمة. كل الأدلة كانت ضدها يا سمو الأمير. السلطانة متورطة بدعم المتمردين مثل أحمد باشا تماما للأسف. مولاي، شوفي السلطانة هوري جيهان داخت ووقعت من شوي بالحرم لك واخدوها حتى يعالجوها. شو صاير معها؟ للأسف ما بعرف يا مولاي، بس واضح إنه وضعها ما بيطمن كتير. شو هاد؟ شوفي نوربانو، ليش متوترة هيك؟ لا أبداً مو متوترة، بس لما شفت السلطانة واقعة على الأرض خفت عليها مو أكتر. دستور حضرة سمو الأمير بيزيد. سلطانة، شو اللي صار لهوري جيهان؟ طمن، لا تاكل هم، الحكي مات معه وهلأ شوي وبيطمنونا. شو صاير معه؟ لحد هلأ ما فهمنا الموضوع. اجت على حرم لك وفجأة وقعت، ونحن نقلناها لهون. بجوز وقع على راسها لأنها عم تنزف. افتحوا الباب. هوري جيهان، شو وضعها؟ السلطانة متعرضة لضربة قوية على الراس يا سمو الأمير. يعني وضعها خطير؟ بالوقت الحالي ما فينا نتأكد من شي. انتو دعوا لها والله يستر. شو سبب هالشي اللي صار معها؟ معقول تكون واقعة؟ والله يا سمو الأمير أنا ما بعرف، بس شوف شو لقينا على جسمه. سلطانة، بترجاكي خبريني شو يلي صاير؟ شو ما كنتي عاملة؟ قولي بلكي بقدر ساعدك بهالورطة. كله بسبب غضنفر.
ليش شو عمل؟ اجا قولي انه بيحبني، ولما جيت بدي بهدله انتبهت للسلطانة هوري جيهان، اكيد كانت عم تراقبني، عم تركضت وراها وصارت تهددني، قلت اكيد رح تفتري علي، رح تقول للكل انه في علاقة بيني وبينه لغضنفر. يا ربي تخيلك، يلا من وين اجتني هالمصيبة هي؟ سلطانة، سمو الأمير سليم جاي لعندك هلا. سليم، شو وضع السلطانة؟ إن شاء الله أحسن. وضع سيء، طلعت متخانقة خناقة كبيرة مع حدا. قلت لي خناقة؟ في أثار كدمات على جسمه وجرح براسه، إن شاء الله ما تطول لحتى تصحى وتحكي وتنحل القصة بسرعة. مو ناقصنا مشاكل هلأ. معناها هلأ لازم تزور سمو الأمير بيزيد وتواسيه بهالمحنة، وقتها مولانا رح ينبسط منك. يعني ما بيكفينا كل الهموم يلي عنا؟ سلطانة، مين بتتوقع يكون ورا هالعملة؟ ما بعرف، ما فينا نتهم حدا بهالسرعة. بدك تخلصي منا بعد كل عمايلك مع أبوها وإمها؟ هلأ إجا دورة لهالبنت المسكينة؟ سلطانة، انتبهي لحكيك، لهلأ ما حدا بيعرف شو الموضوع. مريم، واضح يا سلطانة إنه شو ما عم بصير هون رح كون أنا السبب. حتى بجوز مفكرتيني المسؤولة الوحيدة على هالأرض عن كل الشر والموت، مع إنه كل يلي راحوا كانوا ضحية لأطماعهم. هاي جزات يلي بيلعب بالنار. لهيك كوني واثقة يا سلطانة، انتي كمان جايك الدور. شكلك ما عم تعرفي شو عم بتقولي يا هيام، لأنه هالنار رح تحرقك. لا يا سلطانة، النار ما بتأذيني، لأنه أنا النار، أنا النار بذاتها. تسألوا كل يلي بالقصر، مستحيل ما يكون في حدا شاف أو سمع شي. فخرية خانم، شو اللي صاير بالضبط؟ يعني في شيء أنا ما بعرفه مثلاً؟ نحن ما دخلنا بهالموضوع يا آغا، السلطانة كمان تفاجأت. لكن مين اللي بيتجرأ وبيعمل هيك شيء؟ سنبول آغا؟ يعني ما فيكن تقعدوا دقيقة من دون سنبول؟ لقيناه جنب بقعة الدم. ورجينا وين كان. أنا لقيته هون يا آغا، وهي بقى عالدم. اللهم أني لا أسألك رد القضاء، ولكنني أسألك اللطف فيه. فخرية خانم، مو لازم نخبر سمو الأمير بسرعة؟ يلا روحي. مو ملاقي فردة الحلقة الثانية، أكيد بتكون وقعت مني وأنا عم بتخانق معها. بجوز لسه ما حدا انتبه. يا عم بترجاكي، أنت اللي بتقدري تنقذيني.
وين وقع منك؟ سمو الأمير، سمو الأمير، الأغوات لقوا هذا الشال هون بالممر. فخرية خانم قالت إنه يمكن يكون للسلطانة هوري جيهان سموك. أنتوا دورتوا منيح؟ ما لقيتوا شي تاني؟ طبعاً نحن عم ندور سموك، بس قلت لازم خبرك بقصة الشال بالأول. فخرية خانم، أنت شو عم تساوي هون؟ كان عندي شوية شغل هون بغرفة الغسيل، وهلأ راجع لعند السلطانة نوربانو. روحي من وشي وما تخليني شوفك هون، وإلا رح تنأذي. سمو الأمير، كل الموجودين بتحققي معهم، بدي أعرف كل حدا مر من هون. حاضر سمو الأمير، الحرس بلشوا بالتحقيق. اللي ما عم بفهمه شو جاب السلطانة لهون، ما إلا بالعادة. بركي كانت بجنينة وراجعة يا سمو الأمير، قامت مرت من هون، بس الغريب إنها ماشية من دون الجواري. سلطانة، خير؟ شوفي مبين عليك كتير زعلانة. أنا منيحة، كنت شاردة شوية أميري. الحرم لك صار فيه شوية حوادث شغلوا بالي. سلطانة، شو صار؟ طمنيني مشي الحال. لا للأسف، شكلي وصلت متأخرة. سمو الأمير بيزيد وصل قبلي ولاقاه. انت شو عم تقولي يا جيهان؟ اذا عرفوا الحقيقه انا رح اروح فيها. للاسف واضح انه وضعه ما عم يتحسن. السلطانه واقفه على حبل معلق بين طرفين، اوله الحياه واخره الموت. الحكم عملوا كل جهدهم، إن شاء الله تكون متعلقة بالحياة أكثر وتقدر تتجاوز هالمحنة. مين بيتجرأ يا هيام يعمل هيك عملة؟ بلشنا التحقيق يا مولاي، ولما أعرف مين أنا يلي رح عاقبه بإيدي. الله يشفيه ويعافيه. مولاي، سلطانة، الأغوات لقوا هذا الشال بنفس المكان اللي لقوا فيه رجيان، وأنا لقيت هالحلقة. ليكون إله. لا أمي، مو إله، وأكيد صاحبته هي المجرمة اللي وصلت رجيان لهون. سنبول، حقق بالموضوع، بدي أعرف مين صاحبة الحلق. لو بتكون متخبي تحت سابع أرض بدك تلاقيها لعاقبة أشد العقاب. مثل ما بتأمر يا مولاي. بيزيد، الحكم عملوا جهدهم ونحن ما بقي غير ندعي لها الله يقومها بالسلامة يا ابني. إن شاء الله يا مولاي، الله يقومها بالسلامة. يوسف، حط كمان شوية نرجس، المرحوم أبي كان يحبه كتير.
وحابة إنك تحط شوية زنبق كمان. بدي الورد يزين المكان ليكون قبر المرحوم أبي حلو مثل روحه. كوني مطمنة سلطانة، رح يكون هيك إن شاء الله. مين هدول يوسف؟ رح روح شوف مين هدول. عفواً يا رجال. خير إن شاء الله. مين حضرتكم؟ وشو سبب هالزيارة؟ اسمي الشاويش نعمان، مولانا السلطان بعتني لهون وجاي لقابل السلطانة ناهي الدوران. سلطانة ليش ما أكلتي شي؟ إذا ضليتي على هالحالة والله رح تمرضي. مو قدراني آكل، خليهم ياخدوا الأكل. سلطانة بدي قلك إنه في واحد جاي من العاصمة ومصر إنه يشوفك، وقال معه خبر كتير مهم. خليه يجي. جلالة السلطانة ناهي الدوران، أنا الشاويش نعمان الحاجب الخاص للوزير الأعظم رستم باشا. أوعك تذكر اسمه مرة تانية بقصري، بعدين هن انعزلوه من زمان، ليش لساتك عم تقول عنه الوزير الأعظم؟ أحمد باشا تحاكم بسبب الرشاوة والمال اللي اختلسه من الخزينة وكانت عقوبته الإعدام يا سلطانة، ومولانا السلطان ارتقى يرجع يعين رستم باشا مكانه. مولاك السلطان عزله لحتى يهدي الجيش، يعني عملوا كبش الفدا، ولما اجته الفرصة رجعوا على منصبه مرة تانية. ما عندي فكرة عن الموضوع، أنا اجيت بس حتى خبرك فرمان مولانا السلطان. شو بده؟ شو ما كفاءت الابني وحفيدي؟ ما عاد في شي ياخده مني غير روحي. بعد التحقيق القضائي سبب دعمك للمتمردين على السلطان بمنطقة أديرنا ومحيطها، ولهالسبب رح ننقل كل ممتلكاتك لخزينة الدولة ما عدا هذا القصر يا سلطانة، ومخصصاتك الشهرية من الخزينة رح تنقطع بشكل كامل، ومن هون ورايح ما بقى يطلع لكم قرش واحد من القصر. شو عم يقول سلطانة؟ لا، روح وقل له لسلطانك الله يلعنه ويلعن ذهبه وقصره، ولا مرة شفنا منه الخير بحياتنا وما بتوقع شوفه. مو لهذا السبب قتل ابنه البكر؟ ابني مصطفى قتل ابنه يلي بيحبه كرمال العرش والسلطة. رح أشوف إذا هدول رح ينفعوا لهالظالم. مفكر إنه رح يخلد بهالدنيا يعني؟ إن شاء الله كل نفس يتنفسه ويتحول لنار تحرق له قلبه وتعذبه. يلا روحوا قلوا، وإذا ما بتخبروا دعواتي رح تلعنك ليوم الحساب. يلا روح من وشي. أمرك يا سلطانة، بس في موضوع تاني. مولانا قرر بأنه يزوج السلطانة نرجس لوالي الأناضول أحمد باشا، فياريت تجهز حالة لتروح معي هلأ على العاصمة. أكيد لا لا سلطانة، قلي له أنه ما بدي أتزوج. يلا روح من هون، قلت لك روح من وشي، انقلع لبرا القصر. يوسف طلعوا من هون فورا. اهدي مولاتي اهدي. يا رب يا خالق السماوات والأرض، تحاسب هالظالم سليمان على ظلمه وتفرجينا فيه. مصطفى وأحفادي تعذبوا وانظلموا كتير بهالدنيا، يا رب انت شايف وعارف، الطف فينا يا رب دخيلك. شو رح نعمل يا سلطانة؟ ما بعرف يا جيهان، لو كنت بعرف ما كنتي شفتيني واقفة هيك. شوفي
سلطانة عذرينا بس جايين ندور على غرض بغرفتكم. شو نسيتي انك بغرفة سلطانة؟ احكي مين بعتكم؟ وشو هو هالغرض؟ اللي بعتنا مولانا السلطان. لو سمحتي تركينا نشوف شغلنا. يلا فتشوا الغرفة. عشو عم بتفتشوا؟ ليكون مشان حادث اليوم؟ شو يا نوربانو؟ انتي مخبية شي وخايفة انه نكشفه؟ ما عندي شي خبي ولا حدا مخوفني. ايدي بيضة وشبيني عالي. ان شاء الله يكون هيك. فتشوا منيح، لا حدا يستعجل، بدي تفتيش دقيق. خاب ظنكم ما هيك؟ الغرض اللي بدكن اياه مو هون، وانا مالي علاقة بقصة السلطانة. ويلي صار بينك وبين السلطانة هوري جيهان مستحيل انسى هداك الكف. شو بيمنع تكوني اخدتي بتارك؟ مين انتي حتى تتهميني اصلا؟ وعدوة السلطانة معروفة للكل. بتعرفي هالشي اكتر مني فخرية خانم. السلطانة هيام يعني؟ هيك قصدك مو؟ أنا ما قلت هيك أبداً. تفضلي، طالما خلصتي ما بدي حدا بغرفتي. واضح أنهم عم بيدوروا على الحلب ورح يقلبوا الدنيا عليه. وإنتي وين خبيتي؟ لازم ندفنه تحت الأرض. كنت بغرفة الأمير وقتها وما عاد أتذكر وين خبيته. منيح خير ما عملتي، المهم ما يلاقوه. أساساً غرفة الأمير ممنوع حدا يفوت عليها، ومع هيك الاحتياط واجب، لازم نلاقيه بسرعة ونكسره ونخلص منه. وين حطيته؟ لازم يكون هون. متأكدة إنه تركتيه هون بالغرفة؟ ملكي على العجلة رميتيه بغير مكان. يا ربي دخيلك شو أعمل؟ معقول حدا أخده؟ اهدي اهدي نوربانو. كيف وضعه؟ تحسنت؟ على حاله، ما في أي تحسن. بتكون تعبت، قوم نام شوي، أنا هون. ما تقلق، إن شاء الله رح تصير أحسن. مين اللي عمل فيها هيك؟ إذا مخبي عني شيء قولي لي أمي. بيزيد، أنا وياك ماشيين بالطريق نفسه، وأنا سبق وحلفت يمين إني أحميك وأحمي كل مين بتحبه، وعدتك إنه طول ما أنا موجودة بهالحياة ما رح أسمح لحدا يأذيك.
أو حتى يضايقك. وين شارد؟ إذا ماتت هوري جيهان هالمشكلة رح تكبر ومستحيل تمر على خير. أجوا فتشوا غرفتي اليوم، كأني متهمة أنا كمان. حطوني بموقف كتير محرج. نور بانو، جاوبيني بصراحة، أنت إلك علاقة شي بهالموضوع؟ معقول تسألني يا سليم؟ طبعا لا، بس أنا بظن إذا ما عرفوا المجرم فرح يدوروا على ضحية، وما بدي يكون كبش الفدا، لأنه الكل بيعرف أنه علاقتي فيها مو منيحة بنوب. لا تقلقي، ما في حدا بيسترجي يقرب منك وانتي معي، لا تشغلي بالك. رح شوف الولاد قبل وبعدين برجع. مو وقت هلأ. خلص ما بطول، وعدتهم مر بيكونوا ناطريني هلأ. نور بانو، نور بانو، شو هاد؟ والله ما بعرف، بجوز وقعت وأنا عم لعب الأولاد. شو اللي عملتي؟ غصباً عني يا سليم اتهجمت علي، شو كنت بدي أعمل يعني؟ كنت مجبورة أني دافع عن نفسي. وليش لتتهجم عليكي؟ شو اللي عملتي معها لحتى تتخانقوا؟ شو اللي عملت لها يا؟ لأنه هي سلطانة ما بتغلط بحق حدا؟ خسارة، واضح أنه مالي قيمة عندك بنوم. نور بانو قولي الحقيقة، أنت فهمانة عن شو عم أحكي؟ ليش هوري جيهان تهجمت عليكي؟ أكيد في سبب لهالموضوع. بما أنك كتير مصر رح أقول السبب. السلطانة بتغار مني ومنك، لأنه ما جابت ولد للأمير بيازيد رح يجن جنونة، وأنا غلطت لما قلت لها هالحكي. عم فوراً هجمت علي، لو ما دفعت عن حالي كنت لقيتني محلة يا سليم. شو هالمصيبة اللي بليتينا فيها هلأ؟ والله إذا هوري جيهان بتصحى وبترجع لوعيها ما بعرف شو رح يصير فيني. عملتك رح تقضي علي سليم. أنا ولا حرف نور بانو، لا تحكي ولا كلمة، طلعي من هون سليم. اسمع، انا اللي عم نوشي نور بانو. Mm-hmm.
جيهان. يا روح قلبي روحي، أنا جنبك جنبك. الأمير سليم عرف ديري بالموضوع وسمعني كلام كتير قاسي. يا رب تمضي هالقصة على خير، بدي معجزة هالمرة. سلطانة، السلطانة هيام طالبة إنها تشوف حضرتك. شوفي، خبرتك شو بدها؟ والله أنا بصراحة ما في عندي أي معلومات، بس هي أمرتني إنه جيبك لعندها فورا، والخانم كمان مطلوبة. تفضلي يلا قدامي، يلا يلا يلا. مين سوا هيك؟ مين طاوع قلبه؟ هوري جيهان، هوري جيهان، لا تبعدي عني، اوعك تموتي ما بقي لي حدا غيرك. لا تتركيني، بوس ايدي خليكي معي. تعالوا شوفوها بسرعة. جيبي واحدة تانية. أنا آسفة سمو الأمير، السلطانة هوري جيهان عطتكن عمرها. اطلعي لبرا، ادخل. قربي لعندي. أنا يلي اخترتك وخليتك تكوني مفضلة ابني الأمير، ولأرفع من مقامك غيرت لك اسمك وسميتك نور بانو. وبعد يلي عملته حضرتك شو عملتي؟ تجاوزتي كل حدودك، غرورك نساكي حالك. بخصوص السلطانة فاطمة فأنا ما قصدت زعلك أبداً، حدودي بعرفها، مستحيل اتجاوزها أبداً يا سلطانة. يعني عم تتزاكي قدامي وبكل عين وقحة؟ لك شو فكرتيني غبية؟ مين جاب سيرة السلطانة فاطمة هلأ؟ المهم تعرفي ليش بعتت وراكي؟ لقينا أول قطعة بالمكان اللي ضربت فيه السلطانة هوري جيهان، أما الثاني لسوء حظك لقوة بغرفة ابني الأمير سليم. يبدو ما خطر لك ندور بغرفته، ما هيك؟ لك يا مغفلي،
انتي شو مفكرة حالك؟ هون بهذا القصر ما في ولا مخلوق بيسترجي ياخذ نفس من دون اذني، انتي ما بتعرفي يا نوربانو؟ مولاتي ما قصدت، والله العظيم كان حادث، ما توقعت نوصل لهون. اقسم بالله العظيم ما بقى خالف شعرك باي شيء، الشيء اللي صار كان غصبا عني. الله يخليكي سامحيني ورح اكون خدامتك كرمال اولادي، هدول احفادك كرمال ابنك الامير. كان المفروض تفكري فيهم قبل ما تعملي عملتك. ضرب سلطانه ولو كف واحد فيه قطع راس، هون العفو ممنوع. ثمن هالغلطه هو حياتك انت وهالخانم الخاينه. مولاتي والله العظيم يا مولاتي انا مالي علاقه بهالموضوع. سنبل خدهم من وشي ونزلهم على الحبس. مثل ما بتأمري يا مولاتي. يلا قومي تحركي. مولاتي رح تحميني، واللي صار هلأ ما حدا هون بالقصر رح يدرى فيه أبدا. مصرة تأكديلي إنك وقع. إذا بيدرى حدا بالقصة ما بيعود في أسرار مخباية. قبل كم سنة أمرتيني أقتل سلطان إذا بتتذكري، ونفذت أوامرك. أنت بتتذكري للسلطانة نازلة ما هيك؟ هي المسكينة اللي راحت ضحية لمؤامراتك، ما حلك تنسي هيك جريمة. عم بتهدديني نوربانو؟ مجبورة يا سلطانة، لأنك ما تركتي مجال للصلح بيناتنا. مجنونة، قدام هيبة وعظمة السلطانة هيام مين بده يهتم بكلام هيك ناس جاهلين مثلك ومثلها؟ مو بالكلام، بالرسائل المكتوبة بخط إيدها للسلطانة بذاتها، وخصوص الرسالة الأخيرة يلي أمرتني فيها بالقتل بوضوح. وفي غيرها كتير، وفي عندي أكتر من 10 رسائل مكتوبين بخط إيدك. ولما بيسألوني ليش قتلتها لهوري جيهان رح أخبرهم بكل شيء، وغير هيك رح أقول قتلتها بأمرك أنت. الكل اللي بيعرف إنك ما كنت تطيق يا بنوب. ادخل. سلطانة في خبر مو منيح. سلطانة هوري جيهان عطتكن عمرة من شوي، الله يصبركن. بيزيد وينو هلأ؟ لساته جنبها يا مولاتي، وضعه مو منيح ابنه. ارجعي على غرفتك فورا، ما بتطلعي براتها خطوة واحدة من دون ما أعرف. سلطانة الأمر إليك يا أخي، الله يرحمه ويغفر له. آمين. بيزيد الله يرحمه ويغفر له. الله يصبرك سمو الأمير.
مبروك عليكي، صار اللي بدك اياه، وعدوتك خطفها الموت. سلطانة، مو وقت هالحكي لو سمحتي. اوعكم تفكروا انه قصة موت هوري جيهان انتهت، ولو الكل نسيها انا ما بنساها وراح اخذ بتارة. بيازيد كتير ما تعلق فيها. لو ما كان هيك مستحيل كان يتزوجها ويواجه مولانا ويخالف التقاليد. الله يهدينا على الخير بكل شيء، خاصة بالحب. مولاي، سيدنا علي كان يقول حياة الإنسان كلها يومين، يوم منهم إلك وهو اليوم اللي بيفرح فيه قلبك، ويوم تاني عليك اليوم اللي بتحزن فيه. بيومك الأول لا تتكبر، وبيومك التاني خليك صبور وإياك تيأس أو تستسلم. معناها يا مولاي الحياة بلشت معي من اليوم التاني، وعيت على الحزن فيها من وقت ما عرفته، ما فارقني لحظة. كل شيء يا ابني بإرادته، الموت والحياة بإيد رب العالمين، ونحن ما علينا إلا الصبر والتسليم بحكمته. الموت هو نهاية الحياة الفانية، الموت هو الباب المفتوح على الحياة الأبدية بالآخرة. ماما، بابا وينه؟ خلينا نروح لعنده. لا مو هلأ حبيبي، بعد ما تخلصوا دروسكن باخدكن لعنده. رنا خانم. فخرية خانم، كنت هلأ رايحة لعندك، بدي زور السلطانة هيا معزية بالمصاب الكبير. مو قبل ما نحقق معك وتتحاسبي على جرائمك. عن شو عم تحكي؟ عن السلطانة هوري جيهان وموتا. أنا شو دخلني فخرية خانم؟ ما لي علاقة والله العظيم. جاوبيني، لكان شو كان عم يعمل هذا الحلق بغرفتك يا رنا خانم؟ حلق شو هاد؟ والله العظيم مو إلي. قولي هالحكي لسمو الأمير. حراس، خذوا هالمجرمة بنوشي فورا. تركني، أنا ما سويت شي يا مولاتي، أقسم لك إني أنا ما قتلت حدا. اتركوني يا ملكم، اتركوني. من زمان ما رحنا على الصيد، شو رأيكم نطلع رحلة مع بعض؟ نعمل قرار مولاي، خصوصي مشان أخي بايزيد، لازم يطلع من جو الحزن. مولاي،
من بعد إذنكم أنا حابب أرجع على ولايتي. يا ريت لو تعفوني من هالرحلة إذا ممكن. ما بدي وجودي يعكر الجو ويزعجكم. مولاي، سنبل آغا طالب يشوفكم. خليه يجي. مولاي السلطان. شوفي يا سنبل. وأخيرا يا مولاي السلطان، في معلومات جديدة بخصوص قاتل السلطان هوري جيهان، الله يرحمه يا مولاي. مين بيكون هالخاين؟ للأسف يا مولاي، طلعت الخاينة هي جارية سمو الأمير المفضل. رنا خانم هي القاتلة. شو عم تحكي سنبول آغا؟ رنا خانم بتكون مفضلتي وأم ولادي. عندكم دليل يثبت عليها التهمة؟ الحراس لقوا القطعة الثانية من الحلق بين غراضة يا سمو الأمير، وهلأ هي تحت الحراسة وعم تستنى سموكن شخصياً لتحققوا معها. سمو الأمير؟ ادخل. سلطانة، عم بسمعك. السلطانة رنا لقوها مقتولة بأوضتها، والكل صار عندهم خبر إنه هي يلي قتلت السلطانة هوري جيهان. الموضوع انتهى. مظبوط، نفدنا من هالمصيبة يا جيهان، بس المصيبة الثانية مو مطولة، لأنه السلطانة هي مستحيل تنسى. متأكدة إنه نهايتي رح تكون أتعس من نهاية هالمخلوقة. الله يحميك يا سلطانة. الله يخليكي، ما بدي روح من هون سلطانة، وما بدي اتزوج، مو حابة اكون بعيدة عنك. ممكن يكون هالشي افضل لك يا بنتي. طول ما انت موجودة معنا هون بالقصر رح تضلي تتذكري الماضي. الحزن والألم ما رح يفارقوك بنوب. لا، انا ما بكون مبسوطة غير هون، وبحب دائما ضل جنب قبر ابي واخي، وما بدي بعد عنهم ابدا. حبيبتي نرجس، حفيدتي الحلوه، اسمعيني منيح. ما بدي شوفك عم تدبلي قدامي وانت لساكي باول عمرك. الشيء الوحيد يلي بتمنى انك تكوني منيحه وتكوني سعيده مع زوجك واولادك. بكرة ممكن تجيبي ولد وتسميه مصطفى كمان، ويطلع قوي وشجاع مثل المرحوم أبوك. السلطانة معها حق يا نرجس، وإذا ما تزوجت اليوم فأكيد بكرة رح تتزوجي. طيب أنتي شو قررتي؟ شو بدك تساوي؟ خاصة بعد ما قطع الذهب عنك، ويلي كانوا معك ما ضل شي منهم، وهذا غير يلي دينتيهن مشان تكملي قبر أبي المرحوم. انتي ما تاكلي هم بنوب حبيبتي، الذهب ما بيفيدني أساسا، من بعد اليوم ما رح أحتاج شي. المهم إنه عندي مكان عيش فيه، ما ضل بالعمر أكتر من اللي راح.
هذا انت؟ ليش انت؟ ايه لساتني ما متت. رح خبرك بكل شيء. لا لا تخبرني، ما بدي اسمع منك شيء. تقول هالسنين كنت فيه عايش وما بتزورنا ولا بتطمن علينا؟ حتى ما خطر لك تبعت خبر. بس شو نفع الحكي بعد اللي صار؟ يوسف انا لا، انت شو اللي جابك هلا؟ وقت اللي كنا محتاجينك ما كنت. قتلوا سمو الامير محمد والسلطانة مهرونيسة انتحرت وماتت بحسرتها. الشي اللي عشناه ما فيك تتخيله ولا بيخطر عبالك. اذا وقتها ما كنت، شو جابك هلا؟ روح بطريقك. يوسف اعطيني فرصة اشرح. انت ضيعت كل فرصك يا فهد. يلا روح من هون، والمكان اللي بقيت فيه كل هالسنين روح ارجع له. كيفه بيزيد اليوم؟ ماشي حاله، أحسن. الأمير بيتحمل وبيصبر. بعد وفاة محمد وجهانجير قلبي لهفته زادت لسليم وبيزيد ولمريم كمان. هدول الثلاثة أغلى شي بملكه وما رح أرضى يمسون أي أسى. قلبي ما عاد يتحمل ينوجع أكتر. لو إني بقدر أحميهن من الشر يلي حواليهن. نوربانو هاي الحية وين هلأ؟ ما عم تطلع من أوضتها بنوب. واضح إنها كتير مرعوبة. أنا يلي دخلت الحية على قصره وقربتها منه لسليم وكبرت بالعتمة وأنا محاسة بالموضوع. خسارة، ما قدرت أعرف خطرة إلا بعد فوات الأوان. هي اللي عم بتحرضه وعم تخليه يكره أخواته. أنت أمريني سلطانة وأنا مستعدة أني خلصك منها. العجلة مو منيحة، كل شيء له وقته. بابا صار دورك. ادخل. حبيبي مراد، تركنا شوي أنا وأبوك. بس سلطانة نحن لسه ما خلصنا لعب. بتكملوا بعدين. انت اكيد خطر على بالك تسلمني إلهم وتريح راسك. ما بنكر هالشي، يلي عملتيه كتير بشع، بس انا ما حبيت زيد الخلاف مع السلطانة وبيزيد اكتر من هيك. يعني بس هذا السبب وما دخله الحب؟ ما كان له تأثير على قرارك ابنه؟ لو ما كنت بحبك وبخاف عليك كنت خبرتهن وما سكتت. وانت بتعرفي هالحكي، لسه ما صفيت ناحيك. مشغول بالي كيف رح نتجاوز هالقصة، لهلأ مو عرفان. ان شاء الله رح نقدر نتجاوزها. بس بدها شوية وقت مو أكتر.
تسمح لي أقعد؟ لسه فكرك مشغول فيها؟ الموت ملازمنا ومخلينا نعيش بعذاب، والفرح إلو زمانه هو مفارقنا. طول الوقت حاسس إني عايش بين الأموات، وحتى إني على طول بحكي معهم. بعد وفاة مصطفى وجيهان جير حسيت حياتي ما عاد إلا لا طعم ولا لون، وهلأ كيف بدي كملها بعد وفاة هورجيان؟ وما في طريقة لننساهم برأيك؟ مستحيل. بتعرف شو السبب؟ يمكن لأنهم راحوا بسرعة وبكروا كتير بالروحة، تركوا وراهم فراغ وحسرة، وهالحسرة وصلت لقلوبنا، ولهيك صعب نقدر نكمل بلاهن. بالفترة الأخيرة الوضع يلي عشناه كان متوتر، وخصوصي مع الأمير سليم ومشاكله. ولو ما تدخلنا بالقصة كان الأمير بيزيد تأزى كتير، وكان أزى أخوه، ولهذا السبب بالذات لازم نضل مراقبينهن. رستم معه حق يا سلطانة، سليم تجاوز كل الحدود وما عاد فينا نوثق فيه. بفهم منك انه في شي ببالك؟ ايه في يا سلطانة، منبعت شخص من قبلنا منوثق فيه على ولاية مانيسا، وهيك بيخبرنا بكل مخططات الامير لحتى نتفادى اي مشكلة ممكن تصير. معقول؟ ومين رح نبعت لهالمهمة؟ رستم فكرته بالموضوع؟ اكيد طبعا. يا حراس، فهد ما قلت لك تروح من هون؟ شو لساتك عم تعمل عنا؟ يوسف روح مع السلطانة نرجس وساعدها لحتى تزرع الورود يلي جبناها. يلا وقت قال لي يوسف إنك عايش وإنك موجود ببورصة تفاجأت كتير. مرت سنين وإنت مختفي وما سمعت منك أي خبر. أكيد في عندك سبب مقنع. عزلناك من وظيفتك بكوتاهيا يا مصطفى باشا، ومن هون ورايح ما عدت وزيره لسمو الأمير بيزيد. عفواً يا باشا يا سلطانة، بس ما كون مقصر بشي، وإذا كنت غلطان فأنا بطلب العفو. روق وطول بالك، عزلناك من هالوظيفة لحتى نبعتك على مانيسا، لأنك رح تصير وزير عند سمو الأمير سليم. معناها الأمير بيزيد مشتكي مني وهو طلب نقلي. مزبوط، نحنا كنا نختلف شوي أحياناً، بس أنا اللي بيهمني هو مصلحته بس. وهلأ ما تغير شي يا مصطفى باشا، وظيفتك بالأصل لساتها ذاتها، لأنه الأمير سليم ميال بطبعه شوي
ليخلق مشاكل بينه وبين أخوه الصغير، لهيك اخترناك لتمنعه عن هالشي. فهمت هلأ شو هي وظيفتك يا مصطفى باشا. واضح إنه كل مساعيكو الحميدة عم تصب بمصلحة سمو الأمير بيازيد يا سلطانة. إذا كانت مهمتي إلى نفس التوجه أنا ما بتردد أبداً، وبكل سرور بتقبلها، وإن شاء الله رح كون عند حسن ظنكم. إن شاء الله. أدخل. سمو الأمير بيازيد صار هون بالقصر يا باشا. لكن مصطفى طلب منك تقسم بالولاء للأمير بيازيد يا فهد؟ مثل ما بتعرفوا سمو الأمير كان متعلق بأخوه المرحوم كثير. مزبوط هالحكي، بس لو شو ما كان بيضل ابن هيام يا فهد. وأنا بالأول ترددت يا سلطانة، بس لما عرفته لسمو الأمير بيزيد ما ضل جواتي أي شك أو تردد. سمو الأمير بيزيد ما بيشبه أمه ولا له علاقة فيها أبدا. مين بيشبه لكان؟ أبو السلطان سليمان؟ بيكون أسوأ وأسوأ. بيشبه أميرنا المرحوم لأنه قوي مثله وذكي، وهو كتير كريم. قال لي سلم عليكم كتير وبعت معي صناديق ذهب لتكملوا قبر المرحوم مصطفى. ما له لزوم، أنا مو بحاجة صدقة منه أو من غيره. حاشا يا سلطانة، هي هدية، حب من خلاله يظهر محبته واحترامه للمرحوم مو أكتر. الأفضل تقول إنه خجلان من اللي عمله أبوه معي. السلطان سليمان أخذ مني كل أملاكي وقطع عني كل المخصصات. أنا هلأ عرفت منكم، معناها الأفضل يا سلطانة تقبلوا هالهدية. رجعن يا فهد، عندي ذهب بكفيني لوقت طويل، أساساً ما ضل بالعمر أكتر من اللي راح. شو القصة؟ خير؟ شو اللي جمعكن هون مع بعض؟ سمو الأمير، طول هالسنين كنت جنبك، بعرف إنه نحنا ما كنا متفاهمين كتير، حتى كتير أوقات كنت أخذ نصيبي من غضبك. مع هيك بهمني تعرف سموك إنه كل شي عملته كان لحتى جهزكن للعرش، وتأكد بإنه رح توصل لعرش الدولة بالمستقبل. أنا بهمني أعرف شو الموضوع المهم اللي اجتمعتوا من شأنه. نحن بدنا نعين مصطفى باشا وزير عند سمو الأمير سليم، وهيك ما حدا بيسترجي يخطط أو يشتغل شي من ورا ظهركن مثل ما صار من قبل وقصة مصطفى المزيف. فكرة حلوة، أصلاً ما حدا بيعرف شو ممكن يطلع براس سليم، لأنه تعود يعمل أي شيء بس كرمال مصلحته. برأيي إنه سليم بعد اللي صار بيناتكن ما رح يفتعل مشاكل جديدة، ووجود مصطفى باشا بمنسة هو مجرد احتياط، وبوجود مصطفى باشا جنبه لسمو الأمير سليم رح نعرف بكل شيء عم بيصير، وعيوننا رح ترصد كل تحركاته. سليمان، تركتهم بالقصر واجيت شوفك. بيزيد هنيك كمان. كيف صار هلا؟ مثل ما بتعرف ابنك قوي وصبور، بس ليتحسن بده شوية وقت لأنه وجعه مو سهل.
لو مراء انت ناويين يرجعوا على ولاياتهم بعد يومين ان شاء الله. تعال سليمان. بيزيد وسليم هني اغلى شي من ملكه، هدول املنا، ورغم انهم واعيين واذكياء مع هيك لساتهم متسرعين وحياتهم فيها اندفاع، لهيك ممكن يكون عندهم حسابات متسرعة، ونحن واجبنا ندلهم على الطريق الصحيح. لازم يحسوا بدعمنا ومراقبتنا الدائمة. ايه انت معك حق، كل ما غفلنا عنهم شوي توصلنا اخبار سيئة، وكرمال هالموضوع ولحتى ما نسمع هيك اخبار سيئة فكرت بكم حل، انه ننقل فخرية على منيسة ولقمان على كوتاهية. طبعا اذا بتشوفوا هذا الشيء مناسب. لقمان وفخرية بيعرفوا اداب القصر كتير منيح، وبظن رح يقدروا يطبقوا اصول النظام بحرم لك الامراء، ورح يساعدوهم بشكل ممتاز، ولهالشي انا موافق. انا عملتها بايدي لانه بعرفك بتحبها، بس نوصل على منيسة رح ترتاح نفسيتك. ادخل. عفوا سمو الامير. شوفي فخرية، كل شي صار تمام، بعد يومين رح تسافروا ان شاء الله. منيح، وانا رح سافر معكم كمان. وظفوني بقصركم لكون بخدمتكم. ومين وظفك بقصري؟ السلطانة هيام هيك أمرت، ومولاي كمان صار عنده خبر. سموك فيك تسأله إذا بتحب تتأكد. ماشي، نفذي الأمر. سلطانة هيام اعتبرتني عدوة، لهيك هي بعت المسؤولة عن الحرم لك بس مشان تراقبني. لا تكبري الموضوع، أمي أكيد عندها أسبابها. خلي علاقتك منيحة بفخرية، نحن مو ناقصنا مشاكل. شو رايح؟ إيه؟ مو هذا اللي كان بدك إياه؟ السلطانة ناهد دوران قالت لي شو اللي صار معك، ومع هيك ما رح سامحك. لو الموضوع بإيدي ما كنت بعادت عنكم. ورح ترجع معك، ما رح تتركني لحالي. معلوم طبعا رح ارجع، وانت بهالوقت دير بالك على السلطان، عم تفهم؟ ما فيك تبقى كمان شوي؟ بس ما تطول بابا. مع انه وضعنا مو كتير منيح، ما قبلت هدية الامير بيزيد. قدي ضل عنا ذهب؟ بالذهب الموجود معنا منقدر نتحمل نفقات سنة بالكتير. معلومك الحاشية تبعنا كبيرة شوي، في عدد كبير عم يخدم جلالتك. الأغوات والحراس بدي تبعتيهم مع السلطانة نرجس، خليهم يروحوا معه. وأنا هيك عم قول يا سلطانة،
وإذا بعتنا يلي ما بيلزمونا الذهب بكفينا لفترة أطول. وأنتي روحي معهم، هونيك حيكون أحسن لك بكتير. لا يا سلطانة، بموت وما ببعد عنك، وبدي يبقى جنبك لآخر نفس بحياتي. والله أنا ما بعرف شو بدي أعمل بلاك يا لقمان، كل الشغل رح يصير على كتافي أنا. ما رح يخلوك تمسح الأرض سنبول آغا، لا تشغل بالك. وانت شو بيعرفك؟ والله بوجودك كنت مريح راسي من كل هالقصص. أماني عليكم، أوعكم تنسوا الكلام يلي قالته السلطانة هيام وفتحوا لي عيونكم كتير منيحة. الموضوع كتير مهم، وخصوصي انت يا فخرية، واضح انه بنت البندقية بدها تعمل لك مشاكل. انت ما تاكل هم، حكون قدها وزيادة سنبول آغا. انت ما بينخاف عليكي، ما بينخاف عليكي. مثل كل مرة واقفين على شرفة القصر وقدامنا الساحة وعم نسمع أصوات أولادنا وأحفادنا وهني عم بيبعدوا، بأمرهم يحضروا لنا السفرة، بناكل لقمة مع بعض، وإذا بدك منحكي. من زمان ما قضينا وقت أنا وياك. لا مو وقته يا أم، أنا بدي ضل حالي. سلطانة خير يا مولاتي، في شي؟ مولانا متضايق وما بده يشوف مخلوق، وقد ما عملت ما عم بقدر أقرب منه. بجوز يكون متضايق من فراق الولاد، همه من شي تاني، واضح من عيونه إنه القصة عذاب الضمير. سلطانة شو ما كان السبب، الأفضل ما تبعدي عن مولانا. أنتي لازم تضلك واقفة جنبه على طول، لأنه الهم بياكل من قلب الإنسان لما بيكون وحيد. الله يحفظه، مولانا قوي وما بينهار ببساطة، رح ضل جنبه دائما. بالنهاية لو شو ما صار ما قلنا غير بعض. مزبوط. ما حدا بيعرف امتى رح نلتقي، ان شاء الله المشاكل الصغيرة اللي صارت بيناتنا تكون انتهت وصارت جزء من الماضي وترجع صفاوة القلوب. وليش ما فكرت بكل هالحكي قبل ما تطعن خنجرك بظهري يا سليم؟ هلأ بدك ياني انسى اللي عملته معي بهالسهولة هي؟ وانت نسيت اللي عملته معي؟ يلي عملته كان رد على خيانتك،
وإذا هيك لشو بعت لي مصطفى باشا يراقبني؟ معتبر حالك بريء ومظلوم وما غلطت؟ أنا ما دخلني بكل هالموضوع. متأكد من هالشي، خاصة إنه الانتقام واضح من عيونك بيزيد. الله أعلم شو عم بتخطط لي. سموه الأمراء، لو سمحتوا ما في ضرورة لكل هالنقاش. ما بيصير تتخانقوا ولسه ما طلعتوا من حديقة مولانا، مو حلوة. يا ريت تهدوا ونكمل طريقنا. رجعت هي اللي عاملة حالة سلطانة ورجع الهم والغم معها. والله العظيم معك حق، بس شو بدنا نساوي؟ هاد قدرنا. دستور السلطانة نور بانو. اسمعوني منيح، جبت لكم معي هدايا من العاصمة، فيكن تنقوا اللي بيعجبكن. والله لطف منا، شو شايفتنا شحادين وعم تتصدق علينا؟ داليا خانم، انت شو عم تساوي عندي بالحرم لك؟ انا ما قلت لك ما بدي اشوف وشك هون ابدا؟ شغلتك الخياطه وبس، وما بدي اشوفك برا الورشه. جيت اخذ قياس الجواري يا سلطانه. شو رايك اخذ قياسك بهالمناسبه؟ ضبي لسانك ولا تكوني وقحه، هاي سلطانة يلي واقفة قدامك. فخرية خانم، ولا حرف. ارجعي لورا. واضح كبران راسكن كتير وأنا مو هون، وهالحكي ما بقبل فيه. ويلي مو عاجبة تعتبر حالة مطرودة. المسؤولة عن الحرم لك رح تكون فخرية خانم، وإذا وحدة رح تغلط بحقها أنا رح ورجيها. بس يا فخرية خانم، هي مفكرة حالة السلطانة هيام. ضبي لي غراضك وارجعي عشغلك فوراً يا خانم. من اليوم ورايح بتقلي بهذا القصر مين عم بيفوت ومين عم يطلع، بتخبرني كل شيء أول بأول. بأمرك يا آغا. يلا وقفوا هون. لقمان آغا، من وين جايين هالصبايا؟ هدول إجوا من العاصمة يا آغا، بعتتهم السلطانة هيام، اختارتهم مخصوص مشان سمو الأمير بايزيد. شو اسمك يا خانم؟ ديما يا أخ. ديما، يا أهلا. واضح أن السلطانة هيام حابة تنسي سمو الأمير بيزيد كل الحزن اللي عاشه. خديهن على الحمام، بدي إياك تنطفيهن كتير منيح. تكرم عينك، يلا الحقوا. أنا من شوي سمعت بخبر وفاة السلطانة، الباقي بحياتك. حياتك الباقي. ربنا عم ياخد مني كل الناس اللي بحبهم يا فهد، وشكلي بالآخر رح ضل لحالي. إن شاء الله ما يصير هيك. انسى، كيف السلطانة نهيت دوران؟ الحمد لله سمو الأمير بخير، بس الهدية اللي بعتوها ما قبلت تاخدها. كنت متوقع، بس هيك ما فيها تصمد أبدا. مولانا حرمها من كل مخصصات المالية، وبعد وفاة أخي المرحوم هي صارت أماني برقبتي.
ولازم نساعدها بأي طريقة. لازم نضل عم نتواصل معها. حضرتك كون مطمن، هالموضوع رح تابعه بنفسي. باختصار يا مصطفى باشا، الوضع بقصري مختلف. أنا مو مثل بيازيد بالشغل، إذا بتعمل أي شيء من ورا ظهري ما بتكون مبسوط. حاشا يا سمو الأمير، ما في عندي أي نية من هالنوع صدقني. أنتوا أماني برقبتي، توصية من مولانا ومن السلطانة هيام، وهمي الوحيد هو مساعدتك بالشكل اللائق. وأنا بحب تكون الأمور واضحة مشان ما نختلف بعدين. صار فيك تمشي. ما عجبني هالزلمة يا سليم، دير بالك منه. لا تصدق كلامه، هو بده يراقبك وينقل للسلطانة هيام أي غلطة بترتكبها. بعرف نوربانو، أنا فهمانه منيح، بس بدي سايره شوي مو أكتر، لأنه مو ناقصني مشاكل وحساسيات. هيك بكتفي شر بيزيد، وطول ما هو منيح معي مالي مصلحة عادي من دون سبب. إن شاء الله ما بيصير شي بخوف. الأمير بايزيد مهموم وحزين، ومن لما رجع ما شفنا ضحكته. الله يحمل معه، خسر أخين كان يحبون أكثر من روحه. وبعدين السلطانة هو رجيان ورنا خانه، الأمر الصغار ما بقيلون حدا. إن شاء الله الله يكتب لي حتى أكون دواء لجروحه. آمين آمين. إن شاء الله معك نرجع نشوف ضحكته. آمين. سلطانة، نشكر الله على رجوعكم لهون. إن شاء الله الأيام الصعبة اللي عشناها بالعاصمة ما تنعاد. مكانك يا غضنفر، إياك تقرب مني أكتر. أنا موجودة بهالقصر بفضل شخص واحد بس، سمو الأمير سليم، وما بدي ساوي أي شيء بيزعج سموه. ولهيك من هون ورايح انتبه لكل تصرفاتك، وإذا بتغلط غلطة عقابك الموت. عم تفهم؟ مفهوم سلطانة. إن شاء الله. شبنا شو صار لك؟ إذا متوترة من هلأ معناها الله بيعلم شو رح تتصرف في جوا. ادخل. سمو الأمير، السلطانة هيام بعتت لكم جواري من العاصمة، وأنا اخترت أجمل وحدة فيهم وناطرة برا سموك. إذا بتحب تشوفها لحتى خليها تدخل. لوين رايحة؟ تعي لهون. سمو الأمير قال ما عنده رغبة يشوف حدا هلأ. رجعوه على غرفته. اليوم مالك نصيب تفوتي، ما تستعجلي، لسه قدامنا وقت كتير، وإذا مو اليوم بتفوتي بكرة. يلا تعي معي.
السلطانة نوربانو رح تعصب إذا عرفت، وأكيد ما رح تخلينا نقرب من جناح سمو الأمير سليم. تركي هالموضوع علي، أنا بتصرف. ماشي مثل ما بدك. فخرية خانم. خير، لوين رايحة؟ هيك بهالبساطة بدك تاخدي هالشقرة لعند سمو الأمير؟ قلت بركي بيتعدل مزاج أميرنا. هذا واجبي يا سلطانة إذا ما عندكن مانع. هالمخلوقة ما عادت من جوار الأمير، وأنا ما بسمح بهالشي حتى لو هو بده. أصلاً أنا بعرف شو اللي جابك لهون، بس ديري بالك أنتي عايشة بقصري وأنا يلي بأمر وبنهي، وإذا بدك توقفي بوشي رح تتحملي النتائج. أنا هون بأمر من السلطانة هيام، ولا تفكريني مشرفة عادية مثلي مثل غيري. تعرفي شو معنات تمنعي جارية تروح على الخلوة؟ مو مضطرة أفسر لك. يلا تفضلي، ما بدي شوفك هون. مثل ما بتريدي، بس بظن سمو الأمير ما رح يكون رضيان عن هالموضوع. قلتلك فخرية خانم، حتى أنتي ما بيطلع لك معه. أكيد لحالي ما بيطلع لي معه، بس إذا ساعدتيني بيمشي الحال. ما فهمت شو قصدك. السلطانة نوربانو احترقت كل وراقة، والسلطانة هيام ناوية تتخلص منها، وإذا ماتت أكيد نجمك رح يلمع. طبعاً إذا عندك الجرأة تقاتلي من شان مستقبلك، شو رأيك؟ لكم فترة منيحة ما طلعتوا برا القصر. إن شاء الله هالمشوار بيريحكم وبيجدد نشاطكم. أهلا وسهلا قدري آغا، اشتقنا لك. والله أهلين يعقوب أفندي. لو بدي عزبك جيب لي قهوة، وجيب له لهذا البطل حليب لو سمحت. تكرم، أهلين وسهلين يا بيك. شكرا، جيب لنا 2 قهوة لو سمحت. على عيني. الله يخليه ويحميه. آمين، ويخلي لك ولادك. صحي الولاد غالين كتير، بس ما بيبقى لهم قيمة أبدا قدام الأحفاد. هن زينة الحياة. ما شاء الله، شو اسمه؟ مصطفى. أبوه كان يحب المرحوم الأمير مصطفى كتير، سمى ابنه البكر مصطفى لحتى تضل ذكراه موجودة. إن شاء الله بيطلع فارس محبوب مثل سمو الأمير المرحوم. كلنا احترق قلبنا على وفاة سمو الأمير، بس كل هالشي صار بسبب يلي اسمه هيام. من ورا كذبة ودجلة خلت جلالته يغلط هالغلطة، لأنه مستحيل هيك أمير يخون أبوه بعد كل هالعمر. هذا الحكي ما له لزوم يا أفندي. يعني أنتوا بتصدقوا كل شي بنقال؟ معقول جلالة السلطان اللي اشتهر بعدالته بكل الدنيا يفرط بحياة ابنه بدون ما يكون متأكد؟ مستحيل ما يكون في سبب. سمو الأمير، في شخص مهم حابب يقابلكم، واحد من أشهر التجار ومعروف بخدماته الكبيرة للدولة العلية وبإخلاصه للبلاط. كان عم ينتظر رجعتكم وإجا حتى يشوفكم. طيب شو اسمه؟ جوزيف ناصي. هو كان مقيم بالعاصمة من فترة طويلة. اسمه مألوف. بصراحة الهدايا يلي بعتلكم ياها غالية كتير. يا حراس، سجاد عجمي، إن شاء الله بينال إعجابكم.
وهي الأقمشة جايبة من الهند خصوصي لسموك حرير نوع أول. منيح. وشو هاد؟ خمر قبرصي يا سمو الأمير، ولمعلومك هاد مو بسهولة بيلتقى، قطرة وحدة منه تسوى حبة من الزمرد، نكهة مثل الكوثر، لذيذة وبتنعش. وشو لزوم كل هالهدايا؟ بما أنه حابب يشوفني ويحكي معي بشؤون الدولة، حدد له وقت، وإذا عنده مشكلة بنعمل جهدنا لحتى نحلها. تحت أمرك يا سمو الأمير، لكن أنا رح أبعث له خبر. صحة وعافية يا بيك. إذا بتحبوا عندي قهوة بالحليب شغلة كتير مرتبة، بتعدل المزاج وطيبة كتير وسعرها مو غالي. ما في لزوم، جبلنا مي بس. تكرم عينك. عم نشرب هالقهوة ونحن مطمنين، بس ما حدا سأل إذا بجوز نشربها أو لا، بلكي عم نرتكب ذنب شربنا لها. ذنب شو يا أفندي؟ هي قهوة، مجرد قهوة، بتصحي المخ وبتزيد التركيز، وهي الشغلات ما فيها غلط. طول لي بالك يعقوب أفندي، معلومك هاي القهوة بتخلي النعس يطير من عيونك، وفجأة هيك انتشرت وصرت تلاقيها بكل مكان، ويلي بيشربها بيضل سهران كل الليل لطلوع الضو وما بيعرف ليله من نهاره، ومثل ما بتعرفوا الليل مأوى الشياطين. لك شو هالحكي الفاضي اللي جاي تقوله بقهوتي؟ قال شياطين قال. انت مبين عليك رجال فهمان وعائل يا بيك، قلي شو رأيك؟ مسموح شرب القهوة بالشراء؟ هيك المفروض، لأنه ما فيك تعتبرها من المسكرات، ومع هيك أنا ما بجزم لك. فيكم تسألوا أبو السعود أفندي لأنه هو خبير بالأمور الشرعية. لا ما بيعرف، وكل كلامه ما لازم يتصدق. وطي صوتك يا زلمة، شو قصتك؟ الحيطان إلى أدان، شكلك ناوي تجيب لنا مشاكل اليوم. ليش أبو السعود ما بيتصدق؟ ولا كمان عندك شك بعلمه وبمعرفته يا أفندي؟ لا حاشا، مو هيك. الشيخ أبو السعود كتير فهمان، بس أنا كرهته من لما تحالف مع السلطانة هيام ومع رستم، وأفتى بقتل أميرنا المظلوم مصطفى، يعني شارك بالجريمة. وشو عرفك إنه الأمير مصطفى كان مظلوم؟ لو ما تمرد علناً ما كان مولانا أخذ بحقه هي قرار. لك كان عمره 38 سنة يا أخي، وما في مرة خالف أبوه، وكلنا منعرف هذا الشيء. يعني معقول بعد كل هالسنين يجي على باله انه يتمرد على ابوه؟ شكراً بكفي. جيبي لي شوية فواكه، مشتهية أكل شي حلو. سلطانة، فخرية خانم طالبة إنه جيهان خانم تروح لعندها. شوفيها شو بدها. سلطانة، هالمخلوقة صايرة كتير عم تخوفني، بتطلع فيني بطريقة ما بعرف كتير غريبة وبتخوف. ما بيطلع منها شي، روحي شوفيها وأنا بلاقي لها حل.
عجلوا شوي يا بنات، يلا ما معنا وقت. سمو الأمير ما بقى إلا يوصل. يلا بسرعة بسرعة. السلطانة، شو في يا سنبل؟ مولاتي إجاني خبر حلو كتير قبل شوي. مولانا السلطان طالب إنك تروحي لعنده. كلنا احترق قلبنا على وفاة سمو الأمير، بس كل هالشي صار بسبب يلي اسمه هيام. من ورا كذبة ودجلة خلت جلالته يغلط هالغلطة، لأنه مستحيل هيك أمير يخون أبوه بعد كل هالعمر. يا سلطان العالم، يا أبي، بما أنكم تقرؤون هذه السطور فهذا يعني أنكم نزعتم قلبكم ورميتموه. أما أنا فقد رحلت من هذه الدنيا الكاذبة. اعلموا أنكم لطختم يدكم بالدم وبأنكم قبضتم روحا بريئة. ادخل. سليمان، بعتت وراي؟ أي إحساس ذاك الذي يشتعل وينثر الدموع من عيني؟ نيران عشقي تلهب فؤادي ودمعي لا يطفئها. يلا استعجلي شوي، لا تلتهوا يا بنات، بوشكن على الحرم ليك. يلا الأمير بيزيد شخص حساس وبيهتم بالتفاصيل. الجواري الغبيات بيفكروا بس إنهم يقضوا معه وقت حلو، بس هالموضوع ما بيكفي. ما لازم تفكري بس بالسرير، فكري تحكمي عقله وقلبه. أنا رح أعمل شو ما بتطلبي مني.
المهم بس اختي ما يصير لها شيء. اختك أماني عندي ورح تكون بخير طول ما انتي عم تنفذي الأوامر، وبعدين رح حرركن انتي وياها. المهم تفتحي عيونك، اصحك جرح الأمير لساته تازة، بس ما رح يطول. الرجال بسرعة بتبرد نار قلوبهم، وبس بردت بيرفعوا راسهم ليدوروا على شي جديد. ولازم الأمير بيزيد قبل ما يفكر يرفع راسه تكوني انتي قدامه. سمو الأمير، انت شو عم تساوي هون؟ سمو الأمير، أنا اجيت مشانكم، قصدي مشان حضر السفرة. شو اسمك؟ ديما يا سمو الأمير، أنا جديدة هون، السلطانة عيان بعتتني لخدمتك لحتى أكون جنبك وحاول نسيك الماضي. فيك تمشي. فخرية خانم، قال بعتي وراي. أنا عم دقق بدفاتر الحرم لك، تعي دقق يوم معي. مو أحسن إذا أجلناها للصبح؟ معلومك صار الوقت هلأ كتير متأخر. ما عم قلك لأخذ رأيك يا خانم، روحي قدامي. مو ناقص غير تجي تقعد مكاني. جيهان خانم، شو بدها فخرية؟ لساتها مصرة تفوت جارية لعند الأمير بدون موافقتي؟ أمفكرتني خايفة منها؟ السلطانة هيام وفخرية ما بيقدروا يعملوا لي شيء، ما دخلوا بهالقصر. أنا الحاكمة. جيهان خانم، أنتي بنروح على قدرنا؟ منروح كم شهر ومنبعد عن العاصمة ومشاكلها، ومنكون لحالنا من جديد بين الجناين والمي والورود. منرجع ذكريات الماضي ومنقضي سهراتنا مع الشعر والكتب. شو رأيك يا مولاي؟ ما بدك تعرفي شو السبب اللي خلاني ابعد وراك يا هويا؟ قلت بتكون مشتاق لي وحابب تشوفني. عندي سؤال عم يحفر بقلبي من سنين، كنت دائما اتهرب منه. هويا، انت الك اي علاقه بموت المرحوم مصطفى؟ تآمرتي مع حدا لتخلصي منه؟ Thank you.